خلونا سريعا نرجع تاني، عايز اخد اكبر عدد من التليفونات النهارده، نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ايوه مساء الخير. مساء النور، ازيك يا اسامة؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ انا عايز اقول لك ان انا بحبك جدا. ربنا يخليكي، ميرسي ميرسي ليكي خالص. طيب بجد والله العظيم بحبك وبسمعك من وانا صغيره جدا، يعني كنت في اعدادي كده تقريبا. طيب اللي في اعدادي، اللي كانت في اعدادي وهي بتسمعني دلوقتي عندها كم سنه؟ دلوقتي عندها 23 سنه. طيب جميل. طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟ انا اسمي نور. نور. طيب نور، النهارده بنتكلم بنسأل سؤال قبل ما اسمع قصتك. تجرب قبل ما تقرب ولا تقرب وبعدين تجرب؟ لا، تجرب قبل ما تقرب اكيد. طيب احكي لي يا نور ايه الحكايه. الحكايه اللي انا مرتبطه بواحد بقالي سنه، بنحب بعض وكده، وانا عارفه اهله مامته وعارف مامتي والدتي يعني، وانا عارف اخواته وكده وباباه واهله وكل حاجه. فهو يعني اول العلاقه كان تمام معايا وزي الفل وكل حاجه، اول 3 شهور بالظبط كان بقى خروجات، واحنا اصلا كنا مع بعض في جامعه واحده، بس هو اتخرج دلوقتي فخروجات بقى وكل حاجه. بعدها على طول ابتدى اللي هو ايه، يبقى مهمل اللي هو ايه، يعني مثلا ما نخرجش، ما يقولش انا عايزه اشوفك، ما يتكلمش معايا كتير. يعني الاول كان معاوني اللي هو يكلمني تقريبا كده 24 ساعه حرفيا، مع ان انا ما كنتش متعوده على كده، لدرجه حتى وقت لما بنيجي ننام اوقات كان بيقول لي افتح المكالمه وسيبها مفتوحه. اه ده الغربال الجديد بس، عارفاه؟ اه بالظبط، اللي هو يا بيبي افتحي التليفون وسيبيني عايزه اقعد اسمع نفسك وانت نايمه يا حبيبه. الحبتين دول كنا بنعملهم واحنا صغيرين. ايوه. وبعدين بقى يعني حتى لو ما كنتش برد عليه كان بيقلق، لدرجه اللي هو كان ممكن يجي لي بالعربيه لحد بيتي، يعني احنا مش نفس المكان. بس وبعدين بقى ابتدى اللي انا يعني بصراحه انا كنت بقفش على الحاجات القديمه عنده، يعني مثلا كنت بشوف صور، مثلا صوره مع بنات بس بصراحه قبل العلاقه يعني. بعدين بقى كبرت دماغي وقلت لا انا حاسبه من اول لحظه اللي دخل فيها حياتي وخلاص. فانا حسيت ان بقيت بشوف حاجات انا ما كنتش شايفاها قبل كده. زي ايه بقى؟ زي اللي هو انا حاسه اللي هو يعني لما ركزت معاه حسيت له انا بغيرش عليا. يعني مثلا كنا نازلين نصور انا وحد من صحابي يعني وكده فيلم يعني على السوشيال ميديا وكده، فقلت له تعالى معايا. يعني حسيت اللي هو يعني حس يعني عايز يخلع بالطريقه وسابني اروح لوحدي، مع ان انا كنت عايزه اروح مع يعني عايزاه يجي معايا عشان يطمني. مره تانية برضو بصراحه بصي كان من الواضح كده ان هو بدا ينسحب بشياكه. لا مش انسحاب على فكره، أنا هو تقل بس مش اكتر. كنت اقول لك ليه، اقول له احنا نسيب بعض اتفضل، عشان انتي مدلوقه عليه. ما انا حاليا بقى يعني احنا حاليا اصلا مش بنتكلم. بقالكوا قد ايه مش بتتكلموا؟ بقالنا بتاع داخل في ال 14 يوم ولا 11 يوم كده، عدى ال 10 ايام. الاول كان بيسال عليا بس، هو اللي طلب مني اصلا، قال لي انا ما بقتش احب اتكلم كتير، ما بقتش اللي انا يعني اطمن عليكي كده وخلاص. قلت له اوكي تمام اللي انت عايزه، انا بحب الكلام معاك وكده. قال لي معلش احنا ما بحبش الكلام كتير. ما بقول لك انت مدلوقه عليه ولسه بتقولي انا بحب الكلام معاك. لا انا يعني بفهمه اللي انا بحب الكلام معاه، يعني هو ليه ما بيحبش الكلام كتير مع انه الاول كان بيصدعني بالكلام. حبيبتي القصه بقى ما بتجيش كده، القصه بتيجي انك تفرملي بقى شويه، وانت بتحبيه قوي وكل حاجه قوي وكل حاجه تمام وبتحبي الكلام معاه وكل حاجه، انما مش هتتصلي بيه. لما يتصل بيكي ايوه حبيبي ازيك وحشني قوي اخبارك ايه انا كويس الحمد لله انت فين انا في البيت. بص اديني 10 دقايق وهكلمك انا، بس اصل في حاجه مع ماما. كنت بعمل حلقه له ساعتين ثلاثة بقى، كنت بعمل كده. لما بطلتي تعملي كده هو اللي بدا يعمل كده. لا انا كنت بعمل كده يعني طول العشر ايام اللي فاتوا. وعلى فكره ما كانش همه اللي هو انت فين وخلاص ويقفل، وما بيرنش بالليل ولا نتكلم مع بعض ولا اي حاجه. انا بصراحه غاب على كده بتاع 8 9 ايام، انا ما استحملتش فجيت قلت له هو انت بترن ليه انت عايز ايه؟ قال لي اطمن عليكي. قلت له وبعدين؟
قال لي طب ما انت بتعرفي انا فين، قلت له يا عم انا مش عايز اعرف، انت كمان ما تعرفش انا فين. من وقتها ولا بقى بيرن ولا انا بقيت برن، انا اصلا ما كنتش برن. شكرا خالص. كده شكرا على كده. انا حاليا ما اعرفش بقى ايه العلاقه اللي بيننا دي، احنا سايبين بعض ما فيش علاقه حضرتك مرتبطين. خلاص احنا كده يعني سيبنا بعض. اه ازاي وانا اصلا يعني لسه رافضه عريس عشانه؟ مش انت اللي رافضه، مش هو اللي رافض، انت اللي رافضه يعني عريس عشانه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يعني لا انتوا يعني خلينا نعتبر ان انتوا سبتوا بعض، نعتبر فاهماني، ممكن يرجع تاني يتكلم. بس حبيبك اللي تحبه لما يرجع بعد شويه بغدده لازم يطلع عينه، ما يرجعش بالسهل، ما يرجعش يلاقيكي تحت رجليه. انت مبدئيا ما تساليش تاني خلاص. لا خالص انا ما بتكلمش معاك اي خلاص بقى. حاجه احنا نصون كرامتنا ونبقى مناخيرنا فوق شويه. في الوقت ده انا محتاجاه جدا، لان انا المفروض بفتح بيزنس ليا، مش واقف جنبي خالص، وكل اصحابي هم اللي واقفين جنبي. ولا سال ولا اي حاجه، مع انه كان عارف يعني. ايوه حبيبه قلبي، ندل ندل واحد، ندل واحد بيستندل معاكي، واحد مش فارق معاه، واحد عايز الامور تمشي. بص يا بنت الناس، انت لسه صغنطوطة والعلاقة في بدايتها والحياة جميلة جدا. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان احنا برضو في السن الصغير ده لازم نفهم، ولساني دلدل، ان العلاقة الانسانية او العلاقة العاطفية او علاقة الصداقة او علاقة الزمالة لازم تكون في كفتين ميزان. احنا الاتنين قد بعض، بتسأل بسأل، بتهتم بهتم، بتبعد ببعد، بتخف بخف، بترجع تسأل برجع أسأل، يبقى دايما الحالة فيها كده. انت جامد قوي معايا وانا حنينة قوي، لا هجمد شوية لحد ما انت تحن حبة. لازم يبقى في ميزان. اوكي، اللي بيفقد العلاقة ان احنا مش عارفين ان لازم يبقى يكون في ميزان، وان لما بنحب بندلق. انا بقول النهاردة جرب قبل ما تقرب. جرب يعني ايه؟ يعني ذاكر اللي قدامك. قعد سنة معاكي خلاص، ما خدش البكالوريوس، لا بعد السنة دي ممكن يسقط السنة اللي بعدها. على فكرة ياما علاقات بتفضل عايشة كويسة 10 و15 سنة وفجأة بتتقلب الترابيزة وبيتطلقوا. ليه؟ لان احنا بني ادمين وبنتغير، وحياتنا بتتغير، وطبعنا بتتغير، واحتياجاتنا بتتغير، ونفوسنا بتتغير، والشيطان بيلعبنا مليون ألف حاجة. فلازم دايما دايما أبدا مركزين مع بعض. حدوتة إن أنا كل اللي عرفتهم في حياتي كوم، إنما دي المدام بقى، ده موضوع، دي حاجة، ده كوم تاني، مفيش حاجة اسمها كوم تاني. ست زي أي ست، وراجل زي أي راجل. فلازم نحط في دماغنا إن الموضوع كده.